بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم؟ عاملين ايه النهارده؟ يوم جديد وحلقه جديده خطيره ان شاء الله تعجبكم. اول وصفه هنعمل الباتيه. هنعمل باتيه بعجينه سهله جدا ناجحه ظريفه، وهنحشيه جبنه وزيتون. بصوا بقى اخر لذيذه في الفطار في العشاء، ناخده معانا بره البيت، هتنبسطوا منه جدا ان شاء الله. والوصفه الثانيه هنعمل سلطه عنب بالجبنة والخيار. بصوا سلطة كده لذيذة جدا، وخصوصا لو انت مثلا جبتي عنب وطلع مش قد كده، يعني ماسخ كده او ممرر قوي، يا سلام يا سلام في طبق السلطة ده تحفة. يعني هتبقي عايزة تجيبي عنب مخصوص مش حلو عشان تحطيه في السلطة، من كتر ما هي تحفة وسهلة جدا جدا، ومعها عيش محمص ان شاء الله تعجبكم. فاصل بسرعة ونرجع على طول بعد الفاصل نعمل اول وصفة الباتيه بالجبنة والزيتون. خليكم معانا. انا جيت. هنعمل اول وصفه دلوقتي مع بعض، الباتيه بالجبنه. وصفه حلوه جدا، مقادير عجينه بسيطه، وهنحشيها بالجبنه والزيتون، هتنبسطوا منها قوي. بصوا انا معايا 3 كوبايات من الدقيق. ضروري الدقيق اللي يكون معايا ده يكون مكتوب عليه جميع الاغراض او دقيق بيتزا، دي هتفرق جدا على نجاح العجينه. تمام، دول 3 كوبايات. هنحط عليهم رشه ملح، معلقه ونص من الخميره، يعني معلقه كده صغيره ونص من الخميره. هنحتاج 3 معالق من السكر، هنحتاج معلقتين كبار من اللبن البودره، وهنحتاج برضو ربع كوبايه من الزيت وشويه ميه دافيه للعجن. ونعجن العجينه كويس جدا ونسيبها تخمر لان طبعا فيها خميره. وهحتاج زبده علشان لما افرد العجينه بعد ما تخمر هدهن طبقات زبده كده خفيفه قوي، هوريها لكم ازاي بتكنيك كده بسيط جدا وسريع علشان تبقى مورقه. وللحشوه بقى معانا جبنه بيضة، معانا جبنه شيدر مبشوره، معانا زيتون متقطع شرايح او حتت صغيره زي ما تحبوا، يعني اي نوع جبنه ممكن تستخدموه. مثلا ممكن تحطوا جبنه رومي مع الزيتون، جبنه شيدر وزيتون، بس جبنه بيضة وزيتون وشويه بقدونس، يعني الحشوه برضو على كيفكم. بس كده ولا اي حاجه تانية، هتطلع معاكم خطيره ان شاء الله. اول حاجه هنحط الدقيق، 3 كوبايات من الدقيق، اديهم كده ايه رشه ملح، ونقلب كده الملح، وهنزل بقى بالخميرة وبالسكر، وهنحط اللبن البودرة، وهنحط كمان الزيت، ومعانا مية دافية للعجن. هنحط مية بالتدريج لغاية ما العجينة تلم معانا. اول ما بتلم معانا بنعجنها كده 2-3 دقايق بشكل متواصل علشان تبقى ناعمة وتربط معاكي كده وتبقى كويسة. وبعد كده بنسيبها تخمر لان فيها طبعا خميرة كده. العجينة دي عايزة اقول لكم انها تحفة، وبصوا مقاديرها بسيطة خالص. لو ما عندكيش لبن بودرة وعايزة تستغني عنه خلاص، يعني استغني عنه مفيش مشكلة. بس كده عايزة تعجني العجينة دي بلبن ومية الاتنين مع بعض، مش مية بس، برضو مفيش مشكلة، ده ينفع وده ينفع. حاسه ان الميه كترت مني شويه، هجيب كده ايه معلقه دقيق من تحت الحوض ده كده وعجن. بس كده ضروري بقى نعجن العجينه 2-3 دقايق بشكل متواصل زي ما انتم شايفين، ومش هنزود لها بقى اي ميه ولا اي حاجه، هي خلاص كده اتلمت وبتلزق سنه صغيره، وده كده ده اللي احنا عايزينه. افضلي عجيني فيها 2-3 دقايق علشان تديكي نتيجة حلوة جدا. بعد ما بنعجنها بنسيبها بقى تخمر لمدة مثلا نص ساعة، جو حر، فهتلاقيها شكلها تضاعف كده وكبرت معاكي وتضخمت، ده معناها انها خمرت وبقت ظريفة. انت ممكن تحطيها كده في اي كورنر في المطبخ مغطية، هتلاقيها تخمرت معاكي على طول. تمام، بعد ما بتخمر بقى بيكو شكلها، بسم الله اهو، بصوا خمرانة وخطيرة ملهاش حل، تحفة. هرش رش دقيق خفيفة هنا كده جنبي هنا على الكاونتر كده، وناخد العجينة الخطيرة ونحطها هنا كده. وعايزين ايه نقطع العجينة دي
كور بقى مثلا، او عايزه تقطعيها بالسكينه مثلا اشكال متساويه عشان نعملها كور برضو، لان كل كوره هناخدها ونبتدي بقى نفردها ونظبطها عشان تبقى واحده باتيه كده لذيذه اهو كده. نعملها كور بالشكل ده مثلا، وناخد كل كوره منهم ونبتدي بقى ايه نفردها. انا عايزه اجيب النشابه عشان تساعدني ونحط كده ايه كور العجين دي هنا. عايزه كده افردها بالطول، تمام. احط لها كده شويه دقيق تبقى كده ايه طويله زي ما انتم شايفين بالشكل ده اهو، علشان هنديها دهنة زبدة خفيفة قوي. هوريكم دلوقتي حالا دهنة زبدة علشان تدينا توريقة حلوة، توريقة الباتيه كده اهو. اخد حتة زبدة كده وايه وامررها على العجينة بالشكل ده كده. بعد ما عملت كده وظبطتها بالزبدة هقوم مطبقاها كده وده كده، وهرجع ايه افردها كده بالنشابة. بس سهلة قوي بالشكل ده. طبعا حتة الزبدة اللي احنا مسحناها بيها دي هتعمل فرق كده اهو. بس كده نساعدها كده انها تتفرد. ومعانا بقى ايه حته جبنه، حته جبنه بيضه مثلا نحطها هنا كده، ومعانا برضو شرايح من الزيتون كده. دي كده الحشوه الظريفه. ونبتدي بقى ايه نقفل الباتيه كده بالشكل ده كده. بس كده الحتة الأخيرة دي نقفلها بس كويس قوي. هذا الشكل الظريف. ودي كده تبقى وحدة الباتيه. طبعا هي لسه محتاجة تخمر مرة كمان قبل ما ندخلها الفرن. أنا معايا واحدة اهو، بصوا ما سويتهاش، خليتها. بصوا الفرق اهو في الصينية هنا. بص لما خمرت شكلها اختلف وبقت متضخمة شوية. دي اللي احنا لسه عاملينها مع بعض. لما بتخمر مرة تاني بنقوم دهنينها بصفار بيض علشان تاخد لون حلو وقت التسويه. ناخد كده صفار البيض. عايزه تحطي بقى حبه البركه برضو، عايزه تحطي سمسم مثلا على الوش زي ما تحبي. هندهنها كده بصفار البيض. ممكن تستبدلي صفار البيض بشويه لبن، او ممكن مثلا قهوه سريعه الذوبان متخففه بشويه ميه برضو ندهن بيها الباتيه، هتدينا برضو لون ظريف. وعلى التخميره الثانيه دي كده بالشكل ده تدخل فرن سخن درجه حراره 200 في الرف اللي في النص. هتاخد لها تقريبا ربع ساعه بالكتير. هتلاقي شكل الباتيه بقى حلو جدا وريحته تحفه، وطعم الجبنه والزيتون من جوه يجنن. وما تنسيش التوريقه الخفيفه اللي احنا عملناها بالزبده دي، هتخلي طعم العجينه احلى وهتديكي احساس كده انها ايه منفوخه ومنفوشه وظريفه جدا. بس اول ما يخرج من الفرن وهو سخن هنطرطش كده عليه ميه بطراطيف صوابعنا او ببخاخه، ونغطيه بفوطه نظيفه لمده دقيقتين ثلاثه علشان نحافظ على الطراوه بتاعته. يبقى كده ايه لذيذ وبالف هنا وشفا مع كوبايه شاي. ويا سلام خطير. جربوا الباتيه ان شاء الله هيعجبكم جدا وبالف هنا وشفا. انا هلم اشيائي ونروح فاصل بسرعه، ونرجع بعد الفاصل نعمل سلطه عنب بالجبنه والعيش المحمص. بصوا لذيذه جدا ان شاء الله تعجبكم. خليكم معانا بعد الفاصل. جيت هنعمل دلوقتي سلطه العنب بالجبنه والعيش المحمص. خطيره. اوقات بنجيب عنب نلاقي طعمه مر كده مش ظريف، ومش عارفين ناكله ومش عارفين نعمل فيه ايه. ده انسب حاجه تقومي حاطاه في طبق سلطه لذيذ زي اللي احنا هنعمله دلوقتي.
فكره تحفه، مش هتحسي خالص ان انت بتاكلي عنب طعمه مش ظريف، بالعكس مع المكونات والدريسنج اللي احنا هنعمله دلوقتي هتاكليه معاهم هيبقى تحفه. بصوا انا معايا طماطم متقطعه مكعبات، معانا خيار متقطع مكعبات، معانا طبعا عنب، حتى العنب الحلو لو عندك عنب حلو ومثلا كميه وخلاص اكلوا عنب ومش عارفه تعملي ايه في الباقي حطيه برده في السلطه، شويه عنب حلوين كده. ومعانا بصل احمر متقطع شرايح، ممكن يبقى متقطع مكعبات براحتك خالص، معانا جبنه فته متقطعه مكعبات، ومعانا عيش محمص حمصناه عادي في الاير فراير او في الفرن مع رشه زيت خفيفه عشان ياخد لون حلو كده، ده عيش فينو متقطع مكعبات. تمام، هنحتاج بقى للدريسنج الظريف ده عصير ليمونه، معلقتين ثلاثه كده كبار من زيت الزيتون، ملح وفلفل، وشويه بقدونس بس كده ولا اي حاجه تانية، وهيطلع معاكي تحفه. فانا هحط عصير ليمون اهو، عصير ليمونه، هعمل الدريسنج الاول، وملح وفلفل، ملح وفلفل، ومعانا بقى ايه زيت زيتون، معلقتين ثلاثة كده كبار ولا حاجة من زيت الزيتون بس كده، ونقلب الدريسنج الحلو ده. وهنزل أول حاجة بالبصل الشرايح كده، عايزة كده ايه أفرفطه علشان يتقلب مع الدريسنج، الليمون وزيت الزيتون والملح والفلفل كده بالشكل ده. وبعد كده بنحط الخيار والطماطم والعنب كله بقى، الخيار نجيب سباتيولا بقى تانية، نقلب كده الكلام الحلو ده مع كل يعني نوع خضار بنحط نقلب عشان الدريسنج اللي احنا عملناه في الاول يتوغل مع اللذاذه دي كلها كده. هناخد شويه عيش محمص عشان ناخد الكميه كلها، ناخد مثلا نص الكميه، وبرده كده ايه نقلبها مع الدريسنج علشان ايه تشرب منه كده. وبرده العنب هنحط شويه، بنخلي شويه نحطهم على الوش، يا سلام على اللذاذه. هتجربوا السلطه دي هتعملوها دايما من كتر ما هي تحفه وصيفيه وبتشبع وطعمها لذيذ بس كده. عايزه اجيب بقى طبق، ممكن اجيب الطبق الحلو ده اهو، ونحط فيه السلطه كلها كده، وننزل كل الحاجات كده، ونحط شوية عنب تاني كده على الوش، وبرده كده ايه نحط حبة عيش محمص برده كده على الوش. ومعانا بقى الجبنة، جبنة فتة كده او جبنة تلاجة ممكن، وعلشان تتقطع معاكي مكعبات حلوة خليها في التلاجة تجمد كده وتبقى ظريفة، وتقطعيها نحطها كده على الوش. السلطة دي ممكن نحط لها كمان زيتون لو عندك نوع زيتون حلو هتبقى ظريفة، مش عايزة تحطي خلاص هيبقى كده حلوة قوي، سلطة يا جماعة تجنن، عايزة بس معلقة زيت زيتون على الوش بس كده، خطيرة سلطة العنب بالعيش المحمص والخيار والطماطم تجنن ملهاش حل، ضروري ضروري تجربوها، وهستنى رأيكم. حطها هنا جنب طبق السلطة اللذيذ ده اهو كده بس، ان شاء الله تجربوها وبالهنا والشفا. الحلقة خلصت النهاردة، عملنا اول وصفة مع بعض الباتيه، الباتيه السهل جدا بعجينة بسيطة مكوناتها عادية قوي بتركة يعني خفيفة قوي، دهناها زبدة كده ولفناها، هتبقى معاكي كده طرية وفلافي وفيها سنة كده توريقة حلوة قوي وسهل مع
مع كوباية شاي وبألف هنا وشفا. والوصفة الثانية سلطة العنب الحلوة، دي وصفة ظريفة وسهلة جدا، مش هاخد منك أبدا أي وقت، وبتشبع وهتفضلوا تاكلوا منها طول الوقت من كتر ما هي ظريفة جدا. إن شاء الله تجربوها وبالهنا والشفا. بشكركم جدا أن انتوا تتفرجوا عليا، شوفوني كل يوم الساعة 1:30 على قناة النهار في برنامجكم أكلة بيتي. باي باي.